نروح بقى لماتش النهارده. هو الماتش طبعا محسوم، محسومه المجموعه كاول وتاني كمان، يعني سيمبا اول اهلي تاني، ولكن ماتش مهم جدا زي كل ماتشات الاهلي، رسمي او ودي. زي ما حضراتكم عارفين الماتش مهم لان النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز مهما كان حجم المنافس، يعني بنحترم المنافس مهما كان حجمه وما بنقللش منه ابدا، كويس، ولكن احنا بيبقى عيننا على المكسب وعلى البطوله اللي احنا بنلعب فيها. ممكن حد هيقول لي طب ما هي اصلا المجموعه محسومه، صح محسومه، ممكن يكون حصل عدم توفيق في بعض المباريات. طبعا احنا كنا نتمنى ان الاهلي يبقى الاول، ولكن احنا بنلعب على حاجه اعلى برضه، احنا بنبص على البطوله. لو تفتكروا حضراتكم السنه اللي فاتت احنا تاهلنا من السودان زي الماتش اللي فات بالظبط، بس ده كان مع الهلال، الماتش بتاع السنه اللي فاتت كان مع الهلال، وبرضه تاهلنا كتاني، وبعدين حسمنا البطوله في الاخر وخدنا البطوله. مش معنى كده ان انا بقول مثلا ده فال حلو، لا بقولش كده. قد تكون بعض المباريات غاب عنا التوفيق، قد تكون بعض المباريات فيها اخطاء، وده وارد في الكوره، وارد. قد تكون بعض المباريات ما كانش يومك، وارد برضه، ولكن احنا بنلعب النهارده. مش عايز اقول طار بقى واقول الكلام اللي هو الكبير كده اللي بيتقال في المواقف اللي زي ديت، ولكن بقول لا، الاهلي بيلعب على المكسب علشان هي دي عاده النادي الاهلي، سواء بره او جوه. لا رد اعتبار ولا ثار، لا، الاهلي هو اللي ان شاء الله هيلعب النهارده على المكسب وهيكسب المباراه ان شاء الله، ونبقى بعد المباراه نتقابل ونهني بعض باذن الله. لان انا يمكن الكلام اللي انا بقوله كمان يمكن قاله مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي امبارح، قال ان الاهلي ما بيلعبش حاجه، يعني ليس للانتقام من سيمبا ولا للطار من سيمبا، ولكن الاهلي هي دي طبيعته، نادي الاهلي بيلعب على المكسب وبس، سواء بره او جوه، لان دي شخصيه الاهلي اللي احنا متعودين عليها واللي احنا نعرفها من زمان واللي جمهوره متعود عليها. مش محتاج بقى ان ينتقم من فرقه عشان مش عارف نتيجه الماتش الاولاني كانت صالح سيمبا، او مش عارف فريق الاهلي هيورث، لا، نادي الاهلي نادي كبير، نادي الاهلي ثالث عالم، نادي الاهلي بطل مصر وافريقيا، احنا النادي الاهلي. انا سمعته وهو بيقول مش عايز اقول ان فيها غرور، لا، بيتكلم بكل ثقه، احنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي التاريخ، احنا النادي الاهلي الالقاب، احنا النادي الاهلي الحاضر والماضي والمستقبل ان شاء الله. الاهلي فريق كبير، واحنا زي ما قلنا تالت عالم او تالت افضل فريق في العالم بناء على كاس العالم للانديه اللي كانت من شهر. وان شاء الله الحاجه الاكبر اللي احنا بنلعب عليها دلوقتي ان احنا بنسعى للقب العاشر افريقيا، وبنعمل على تطوير نفسنا بشكل مميز. ولما نتكلم مستر موسيماني على انه بيتكلم عن التطوير بشكل مميز، هو عايز يقول لحضراتكم برضو ان احنا اكيد احنا وقعنا في اخطاء وهنعالج الاخطاء ديت، اكيد كل الانديه بتقع في اخطاء، اكبر الانديه العالميه بتقع في اخطاء، ولكن بتطور، بتحسن، بتصلح، بتصحح الاخطاء. طبعا هو من ضمن الكلام اللي قاله زي ما انا قلت لحضراتكم ان هو قال طبعا تمنيت ان الاهلي يبقى على راس المجموعه الاولى، لكن في حاجه انا عايز افكركم بيها، في بعض الحاجات بتحصل في بعض المباريات بينتج عنها انك انت ممكن تخسر نقطتين، خطا تحكيمي خسرك حاجه، وده حصل وشفناه لو افتكرتوا حضراتكم ماتش فيتا كلاب اللي هنا اللي كان في القاهره، وتعادلنا 2-2 من ضربه جزاء غير صحيحه على الاطلاق، ضيعت مننا نقطتين لو تفتكروا حضراتكم. ففي حاجات، في حاجات غير طبيعيه بتاثر في النتيجه، ولكن المهم ايه؟ المهم في الاخر التاهل. يعني التاهل زي ما قلنا لكم السنه اللي فاتت كان من خلال تاني المجموعه، كنا عايزين نقطه اخر ماتش قدام الهلال السوداني في السودان وحصلنا عليها وكملنا. الصداره طبعا مطلوبه، الصداره هي دي اللي الاهلي بيلعب عليها، ولكن اللي انا عايز اقول لحضراتكم تاني مش تقليل من شان سيمبا، الصداره مهمه لكنها ما تضمنلكش اللقب.
احنا بعد كده بصوا اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. اللي جاي اصعب بقى، احنا بنتكلم على دور 8 مباراتين، الفايز بيكمل، الفايز مجموع اللقاءين بيكمل، والتاريخ بقى بيقول لك ايه؟ ان مش شرط الاول، اول المجموعه هو اللي ياخد البطوله في الاخر. وهو حتى مستر موسيماني اتكلم على حاجات معينه حصلت معاه في جنوب افريقيا. ولكن الاهلي جاهز ان شاء الله، واوائل المجموعات مؤخرا لو تفتكروا وضع البطوله من بدري. الاهلي جاهز ومستعد،